يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. كعادة كل الأسابيع اللي فاتت مفيش كلام غير عن القضية الفلسطينية وغزة، ولكن خلونا نشوف إيه هي آخر الأخبار اللي تصدرت الترند، ونبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. فرحة طفل فلسطيني تحرق العالم. غزة تتحول إلى مدينة أشباح. الرابر الأمريكي رادفيل يحرق الغرب. مفيش أي إنسان يقدر ينكر إن الحرب دمار وخراب، وأكيد مفيش أي إنسان بيتمنى إن الحرب تستمر، وزي ما شفنا كلنا خلال الفترة الأخيرة العالم كله بيطالب وقف فوري للحرب في غزة، ولكن أصوات العالم كلها كانت في كفة، وصوت الطفل الفلسطيني اللي الفيديو بتاعه اتصدر الترند عالميا كان في كفة تانية. تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. فيش صوت طيارات سامعين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة، بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. فرحت كثير أنا يا جماعة، والله فرحت كثير. والحقيقة إن ده ما كانش الفيديو الوحيد اللي اتصدر الترند لحد من أطفال غزة، لأنه زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي مجموعة من الأطفال بيتكلموا عن حلم بسيط جدا نفسهم إن هم يحققوه، وهو التعليم وعودة الدراسة تاني. تعالوا نروح نشوف ونرجع تاني. هذه مدرستنا حرمونا من التعليم، بيستهدف المدارس، كل هدول الأطفال إحنا من نتعلم. إحنا اليوم قاعدين بالمدارس، إلنا 48 يوم قاعدين بالمدارس متشردين، شوفوا كيف الناس، إحنا حاجنا نتعلم، حرمونا من القراية، حرمونا من التعلم، إحنا بنحب التعليم، إحنا بنحب مدرستنا. لا حد يحمينا، فيش أمان فيه، إن في أي وقت ممكن يقصفوا المدارس، البيوت، في كل مكان يقصفوا، بدنا إحنا هدنة تامة، خلاص تعبنا. كلنا بنتابع أخبار الحرب في غزة بشكل يومي تقريباً، وفي كتير مننا بيتابع الأخبار على مدار اليوم، وبنشوف القصف الإسرائيلي الوحشي والتدمير والقتل، ولكن بمجرد ما حصلت الهدنة الكاميرات كشفت حقيقة مرعبة زي ما احنا شايفين بالظبط دلوقتي في الفيديو. غزة تقريباً اتحولت لمدينة أشباح، القطاع اتدمر بشكل كامل، ما بقاش يصلح للسكن ولا للحياة، وطبعاً كلنا عارفين إنه الهدف من ده هو إجبار أهالي غزة على ترك أراضيهم. والحقيقة إنه الفيديو اللي بنشوفه مع بعض دلوقتي قدر إن هو يحقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مش بس كده ده كمان عدد كبير من الصحف العالمية ووكالات الأنباء نقلته عشان تستشهد بيه على حجم الدمار الغير طبيعي واللي حصل نتيجة القصف الصهيوني الوحشي على القطاع. يا أبو سعود، يا ملاك الموضوع بعرف كل حاجة. معنيين فيش اسمه دمار. هذا الشوة مليانة بسكوت رشاد الشوة. اتصدر الراب الامريكي ماركوس مورتون الشهير برادفيل الترند عالميا خلال الايام اللي فاتت، وده بعد ما ظهر في اخر حفلاته وطالب بوقف اطلاق النار على غزه. فيل وجه صدمه للعالم الغربي كله واللي انتقدهم في كلامه لما عرض على الشاشه اسماء لكل الاطفال اللي استشهدوا في غزه، ووصف الغرب وامريكا بالكذب والعنصريه. رادفيل ظهر كمان في حفلته وهو لابس الشال الفلسطيني ورفع اعضاء فرقته علم فلسطين اثناء الحفله. والحقيقه انه فيديو رادفيل كان ليه اثر كبير جدا عالميا لدرجه انه تجاوز عدد مشاهداته واعاده نشره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي اكثر من 10 مليون مشاهده. If you don't got service, take a picture, write it the f*** down, all right? That's how you go back to the names. Can y'all say free Palestine? Free Palestine! Can y'all say free Palestine? Free Palestine! وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week.
ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب. خلال الأيام الأخيرة مصر استقبلت أعداد من المصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحرب في غزة، وخرجت تصريحات من وزارة الصحة إن مش مصر بس هتعالجهم طبيا، لا دي كمان هتوفر لهم الدعم والتأهيل النفسي عشان طبعا اللي شافوه في الحرب. والحقيقة إنه الموضوع ده شغل ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا، وخصوصا إننا شايفين إن اللي بيتعرض له أهلنا في غزة شيء فعلا فوق قدرات البشر على التحمل. يعني إحنا قاعدين بنتفرج بس على اللي بيحصل وأعصابنا منهارة من المشاهد المرعبة اللي بنشوفها كل يوم، فما بالك اللي عايش الأحداث دي فعلا بنفسه. وعشان نفهم أكتر عن قصة التأهيل النفسي هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا أستاذ ريهام. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إزاي بيتم تأهيل ضحايا الحروب نفسيا؟ الأول عايزين نقول حاجة، اللي أي صدمة في الدنيا بيبقى وراها اضطراب، وده العادي بتاع البشر. يعني إيه؟ يعني مفيش ابدا انسان بيمر بضغوط نفسيه الا وبعدها لازم يصاب ببعض الاضطرابات، وده مؤشر ان الانسان عنده صحه نفسيه. يعني اللي هيحصل له موقف صادم في حياته بغض النظر عن الموقف ده وبعدها يضطرب او يحس ببعض الاضطرابات او التغيرات على المستوى النفسي، ده كده معناه ان ده شخص نورمال، شخص طبيعي، شخص عادي، وبالتالي لازم يعاد تأهيله مرة تانية نفسيا علشان يرجع تاني لحالته النفسية الأولانية. طيب هل بيكون الناس دي في أمل، في منهم أمل إنهم فعلا يرجعوا طبيعيين في المجتمع، ولا بيبقى خلاص اللي مروا بيه ده حاجة صعبة جدا إنه هو يرجع زي ما كان في الأول؟ مفيش حاجة اسمها صعب جدا، لا خالص. في التأهيل النفسي إحنا بنقوم بفكرة إيه؟ أول حاجة بنحلل الشخصية كويس اللي مر بيها، يعني مثلا الطفل غير الشخص الشاب غير الرجل غير المرأة، وبعد كده بتظبط بتجمع بالظبط الظروف والأحداث اللي مر بيها. وعلى مثلا على سبيل المثال الحروب، فاللي عاش الحروب ده لازم تجمع كل المواقف والمشاهد اللي هو شافها بالظبط بالظبط، وتبدأ تعمل خطة أو بلان تلعب على كل اضطراب هو بيمر بيه، لأن في حاجة اسمها اضطرابات سايكوسوماتيك أو اضطرابات نفسي جسمية. يعني إيه؟ يعني أنا لما بمر بظروف نفسية بيحصل لي اضطرابات على مستوى كتير، زي مثلا الصداع النصفي، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الشهية، القلق المستمر، الاكتئاب، شعور دايما بالانعزالية، أنا مش عايز أعيش تاني خلاص، في بعض الأحيان عنده رغبة في الانتحار. فأنت لازم تجمع الأحداث من ناحية اللي هو مر بيها وشدتها ومدى الأيام اللي هو عاشها في الاضطراب ده أو الأحداث دي، وفي نفس الوقت بتجمع كل الاضطرابات اللي عنده وتبدأ تشتغل على اضطراب عنده. بس طب لازم الشغل على الاضطراب ده بيكون مثلا ان هم يعني بيكون في جزء مثلا في أدوية بتتاخد وفي كلام بيتقال، يعني بيبقى ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة لازم نقول اللي هو إحنا مش بنقدر نشخص اضطراب القرمة بعد الصدمة إلا لما الشخص يقعد على الأقل شهر في حالة من الحالات اللي إحنا قلنا عليها من شوية. يعني لو يوم ويومين وخلص خلاص مش اضطراب ولا حاجة، فلو قعد شهر شهرين لغاية 6 شهور تبدأ تشخصه اللي هو عنده اضطراب قرب ما بعد الصدمة. أوكي. بعدها بتبدأ تأهيله على مستويات كتيرة. أول حاجة اسمها العلاج المعرفي السلوكي أو CBT أو Cognitive Behavior Therapy، يعني انت بتعالج الافكار بتاعته، لان الافكار دلوقتي بتبقى سوداويه، كل الافكار سلبيه، حصل حاجه اسمها اشتراط سلبي او اشتراط اجرائي ما بين المكان ده والحدث ده، فكل ما هرجع للمكان اللي حصل فيه القرب او الصدمه هيرجع برضو نفس الاضطراب مره تانيه. وبالتالي التاهيل او العلاج المعرفي السلوكي في بعض الاحيان مش بيبقى لوحده كفيل يعالج الاضطراب ده، فبنبدأ إيه؟ نبدأ نتدخل برضو ببعض العلاج الدوائي، وده عن طريق الطب النفسي، الطبيب النفسي. فبعض الأحيان العلاج المعرفي السلوكي بيجيب نتيجة، وبعض الأحيان لا، لازم تدخل دوائي علشان تقدر تقلل وتحد من الاضطرابات اللي حصلت له بعد الكرب اللي هو مر بيه. طيب دكتور، مين أكتر حد ممكن يستجيب للتأهيل ده، الكبار ولا الصغيرين؟ هو دايما بنقول الاطفال الصغيرين بيبقى عندهم قدره عاليه جدا على المرونه. دايما بنسمع اللي يقول لك الطفل الصغير
عجينه تشكلها زي ما انت عايزه، ورقه بيضاء. اه طبعا الفكره دي بتسلب من الطفل شخصيته، طبعا بس هي بتعكس اللي هو عنده قدر عالي جدا من المرونه، قدر عالي من المرونه. وبالتالي كل ما يكون السن صغير كل ما ده يبقى عنده قدره عاليه جدا على التحسن بشكل كبير. عشان كده في حاجه عندنا اسمها التدخل المبكر، يعني كل ما تدخل بدري بدري مع الطفل في الاحداث او الاضطرابات اللي عنده كل ما يتحسن كويس. يعني الطفل اللي قعد شهر في صدمه غير اللي قعد 6 سنين في صدمه، طبعا غير اللي قعد 10 سنين في صدمه. وبالتالي السن الصغير بيبقى فرصه اكتر في التحسن، لان كمان بنلعب على حاجه مهمه. ايه هي؟ النسيان. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اسمنا انسان ليه؟ عشان بننسى وبننسى وبنتناسى. فالسن الصغير بيبقى فرصه كويسه قوي اللي انت تديله تدريبات على النسيان. الشخص الناضج الكبير الذاكره بتاعته قويه، ذاكره الاحداث والاشخاص قويه اقوى طبعا. وبالتالي بيبقى العلاج بياخد وقت اطول من الاطفال. الاطفال حتى لو حضرتك لاحظت في اي حدث عظيم، كرب يعني عظيم، هتلاقي الاطفال من اقل مهام انت بتعملها له بيرجع تاني لطبيعته او احسن شويه. يعني لو انت عملت له حفله، رحله، بدات تلعب معاه، بدات تغير في افكاره، بدات تلعب على فكره المستقبل هو نفسه يعمل ايه، بدات تطلع ايجابياته، بدات تطلع امكانياته بشكل كويس، هتلاقي الامور قل بشكل كبير. الاطفال افضل شويه. طب دكتور في حالة الحرب هل اللي بيحصل لكل شخص بيكون مختلف؟ يعني مثلا التأهيل النفسي بتاع حد فقد إنسان من أسرته أو حد طلع من تحت أنقاض، أو يعني كل حد في الحرب طبعا بتكون ظروفه مختلفة عن التاني، فهل ده بيختلف برضو؟ هل في ناس مثلا بيقدروا إن هم يتعالجوا أسرع من ناس تانية ولا لا؟ ولا بيبقى كله اسمه حالة حرب ومحتاجين تأهيل معين بطريقة معينة وخلاص؟ هو بيرجع لشقين. أول شق مدى القرب اللي مر بيه في الحرب ده، يعني اللي شاف بيته بيقع غير اللي شاف ابنه بيستشهد، غير اللي شاف أكتر من حد من العائلة، على حسب الحدث. دي نقطة غاية جدا في الأهمية. وعلى حسب تاني كمان فكرة المناعة النفسية بتاعته. كل إنسان مختلف، في بينها فروق فردية في فكرة المناعة النفسية، زي المناعة بتاعت الجسم. في واحد من اقل مرض بيعي على طول، بيلقط العدوى على طول. في واحد بقى مناعته النفسيه قويه جدا، ما بيصابش بالاضطراب ده، مختلف. يعني ممكن اتنين يمروا بنفس الكرب في الحرب، وليكن كل واحد فقد صح. ابن من ابنائه. دي نقطه مهمه. ايه اللي بيحصل بعد ما بيفقد واحد؟ بتلاقيه بيتاثر بشكل كبير، واحد بتلاقيه بيتاثر بس بشكل مش قوي، وده رجع للمناعة النفسية بتاعته. طيب دكتور في ناس كتير على السوشيال ميديا حاسين ان هم طبعا بقوا مدمرين نفسيا من اللي شافوه، صحيح. ايه حلهم؟ هو ده طبيعي برضه. ده طبيعي، ده طبيعي ان انت تشوف حدث تتأثر بيه ويحصل لك برضه اضطراب، ده طبيعي جدا. بس احنا عايزين برضه نلعب على فكرة اللي انت لازم يكون في يومك، عايز تتابع الأحداث تتابع، وده واجب، واجب طبعا. عليك ان انت تتابع الحدث، ومش واجب بس تتابع، لا واجب كمان ان انت تدعم القضيه بشكل يتناسب مع المجال بتاعك. مظبوط. بس في نفس الوقت لازم في ناحيه تانية اللي ما يكونش ده الشغل الشاغل في حياتك، لا فكر بطريقه تانية، اهتم بالاحداث بس ما بقاش طول اليوم هو الهدف هو متابعه الكرب ده او متابعه الحرب دي، لانه في الاخر هياثر على كل حاجه في حياتك. طبعا. دكتور محمد فؤاد استشاري الطب النفسي، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. أشكرك جدا يا أستاذة ريهام. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب، وده معانا مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه أكاونتس المشاهير وبنشوف بيستخدموا السوشيال ميديا ازاي. ونجمة السوشيال لاب النهاردة هي بطلة من أبطال غزة. بطلتنا النهاردة هي الصحفية بريسيا العقاد، واللي شافت كل جرائم الحرب وكانت ثابتة ومتماسكة رغم كل اللحظات القاسية اللي عاشتها. بريسيا العقاد
وثقت بعد سيتها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسخرت كل الأكاونتس بتاعتها على السوشيال ميديا لنقل صوت أهالي غزة، ولكن في وسط تغطيتها للأحداث كانت بتسرق لحظات حلوة مع الناس وخصوصا مع الأطفال، وده اللي خلى تغطيتها مميزة جدا. الانستغرام بتاع بريسيا عليه 4 مليون متابع وهي بتتابع 298 شخص، واكتر شيء مميز عليه كل الفيديوز اللي نشرتها باللغه الانجليزيه واللي اتكلمت فيها عن الاوضاع في قطاع غزه، وكمان وثقت فيها رحلات سفرها لمصر ومن بعدها استراليا. بريسيا لحد دلوقتي نشرت حوالي 184 صوره وفيديو، ولكن اخر فيديو نشرته كان فيديو خروجها من غزه واللي اعلنت فيه اضطرارها للخروج من قطاع غزه بعد ما تعرضت هي وعائلتها لتهديد مباشر طبعا من الاحتلال الاسرائيلي. قبل الحرب اكاونت بريسيا كان كله صور عن فلسطين وسفرياتها، ودي كانت واحده من اجمل الفوتو شوتس اللي عملتها بالزي الفلسطيني، والفيديو ده حقق 15 مليون فيو وبتحكي فيه عن حياتها قبل 7 اكتوبر. وبكده تكون خلصت فقره السوشيال لاب. من أول يوم في أحداث الحرب على قطاع غزة والمساعدات اللي بتقدمها الدولة المصرية والشعب المصري لقطاع غزة ما وقفش، والحقيقة إنه من أهم الجهات اللي قامت بتقديم الدعم لأهلنا في غزة كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي عملوا جهد كبير جدا عشان يوصلوا عدد كبير من المساعدات المختلفة لقطاع غزة. وعشان نعرف أكتر عن كواليس الموضوع والتجهيزات وكل المساعدات اللي بتروح لقطاع غزة هيكون معنا دلوقتي الأستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك فندم. عامل إيه؟ الحمد لله. انا اول حاجه عايزه اعرفها من حضرتك انك تكلمنا اكتر عن التحالف وتوضح لنا هو بيعمل ايه بالظبط. يعني خلينا في البدايه نعرف الساده المشاهدين التحالف الوطني بالزبط. التحالف الوطني هو ولد عندما اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام 2022 هو عمل للمجتمع المدني، من هنا جت فكره التحالف الوطني، وهو توحيد لاكبر الجمعيات والمؤسسات الاهليه العامله في المجتمع المدني داخل مصر. كيان بيضم اكتر من 32 جمعيه ومؤسسه بيقوم على عدد من المحاور. المحور الاهم هو توزيع كافة المواد المستحقة على الأسر الأكثر احتياجا في مصر كلها بعدالة طبعا في التوزيع. النقطة الثانية ان هو بيوحد الجهود من خلال عمل مشترك لكافة المؤسسات المجتمع المدني، من خلالها احنا بنقدر نوحد قاعدة البيانات للأسر الأكثر استحقاقا، بحيث ان انا النهاردة ما اديش لأسرة اكتر من مرة وانسى أسرة تانية ما وصلهاش المساعدات دي. التحالف الوطني يمكن كمان كان قام بمبادرة كبيرة هي مبادرة كتف في كتف، ودي كانت في رمضان وأطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع أكتر من 5 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر احتياجا في مصر كلها، إضافة إلى قوافل ستر وعافية، إضافة إلى العديد من المبادرات التنموية اللي بيقوم بها التحالف مثل مبادرة أزرع، وهو دعم صغار المزارعين في ريف مصر وفي صعيد مصر. مشاريع تنموية كتيرة جدا بيقوم بها التحالف. التحالف هو مش بيقوم على فكرة إن هو بيوزع بس مجرد كرتونة أو بيقدم خدمة طبية، لا، هو كمان بيمكن اقتصاديا في مشاريع كتيرة، في المشاريع متناهية الصغر، إضافة إلى كمان أنه بيساعد الصيادين من خلال أعطائهم مراكب صيد صغيرة. حاجات كتيرة قوي طبعا. ما نقدرش ان احنا يعني نعدها حتى في الحلقة دي، ما نقدرش ان احنا نسرد كل المجهود اللي بيقوم بيه التحالف على مدار اكتر من سنة ونص. طيب خلينا نعرف التحالف عمل ايه من ساعة ما حصل طبعا الحرب في غزة، وكمان في الوقت بتاع الهدنة دلوقتي. يعني يمكن أنا سمعت حضرتك في المقدمة بتقولي أن التحالف بيساعد أهلنا في غزة، هو مش من دلوقتي بس وإحنا بنساعد أهلنا في غزة، دائما مصر قيادة وشعب هي في ظهر أهلنا في فلسطين. غزة زي ما الكل عارف هي محاصرة تماما، فدايما إحنا داعمين ليها في جميع الأوقات، ولكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي
الإسرائيلي، بنتكلم على أكتر من 50 يوم حرب بتشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخواتنا في قطاع غزة. طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق التحالف الوطني من مسؤولياته الوطنية بتقديم آلاف من الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية لأهلنا في قطاع غزة، ويمكن ده كان آخر حاجة احنا شاهدناها، إطلاق القافلة الأكبر لمساعدة أهلنا في غزة، وهي عبارة عن 500 تريلا محملة بأكتر من 8000 طن من المواد الغذائية والمواد الطبية والمواد الإغاثية، كل ما يلزم أهلنا في قطاع غزة. ويمكن زي ما احنا شايفين على مدار الأيام اللي فاتت دي بدأت تحصل انفراجة في المساعدات وبدأت تدخل، وصلنا ان احنا النهاردة بقينا بندخل مواد بترولية، لأن زي ما الكل عارف في انهيار تام في طبعا المنظومة الصحية هناك نتيجة لغلق المستشفيات، ما فيش وقود يشغل المستشفيات، ما فيش كهرباء. فبدأنا يعني واحدة واحدة بندخل اهو المساعدات، أكتر من يعني احنا بنتكلم النهاردة من ال 500 الأخر دول أكتر من 200 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة. طيب الشاحنات دي بيكون فيها إيه؟ الشاحنات دي في منها ما هو مستلزمات طبية عشان خاطر المستشفيات والدعم والعلاج والأدوية مع تنوعها، زي ما حضرتك عارفة طبعا في أطفال كتير، ففي لبن خاص بالأطفال، بنراعي كمان أن يكون فيها الخيوط الخاصة بالعمليات الجراحية، أدوات الجراحة، الشاش، القطن، إضافة كمان إلى الأدوية للأمراض المزمنة لأهالينا الكبار في السن زي الضغط، السكر، القلب، كل ده احنا بنراعي ان هو يكون موجود في المواد الطبية، إضافة كمان إلى المواد الغذائية. المواد الغذائية طبعا يعني احنا عارفين ان اهالينا في قطاع غزة هم عايشين في خيام بالزبط. فمفيش مكان لطهي الطعام يعني. لا، فطبعا بيراعي ان احنا بنوصل المواد الجافة اللي هو يقدر اول ما توصله خضار وفاكهة وكل حاجة تقدر ان هو اول ما يوصله يقدر ان هو يستخدمها على طول من غير ما يحتاج لطهي طعام او الكلام ده. طيب بالنسبه ان المستشفيات في قطاع غزه بيكون بينقصها حاجات جامده جدا، انتوا بتدوا الحاجات دي للمستشفى ولا انتوا بتدوها للافراد؟ لا، احنا مش بنتعامل مع الافراد، احنا بنتعامل مع المنظمات الدوليه الاغاثيه اللي موجوده في غزه هناك، وعلى راسها الهلال الاحمر الفلسطيني هو اللي احنا بنتعامل معاه، بالاضافه كمان ان احنا بنتواصل عشان نعرف ايه الحاجات اللي ناقصه المستشفيات، وهي دي بيكون ليها اولويه هنا في مصر في جمعها عشان نقدر نرسلها تقدر ان هي تمشي الامور هناك لغايه اما يكون في استقرار في الوضع. طب وبيكون في هدوم مثلا بطاطين لان الشتاء داخل وطبعا في امطار غزيره؟ ده في بطاطين، في ملابس كمان خاصه بكل المقاسات، في خيام عشان الوقات اللي موجوده هناك، بنراعي كافه الامور اللي يعني اللي بيحتاجها اخواتنا واهلنا في غزه. طب ايه اكتر المشاكل اللي حصلت من التضييقات اللي بتحصل على ان القوافل او العربيات او الشاحنات دي تدخل غزه؟ يعني هو ما يعني السيد الرئيس ما اخفاش على حد اما قال ان مصر ما اغلقتش معبر رفح، ولكن معبر رفح تم قصفه 4 مرات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي من ناحيه الجانب الفلسطيني، فبالتالي ده كان بيعطل دخول السيارات المحمله بالمساعدات الاغاثيه لاخواتنا، لان احنا اكيد كمان لازم نخاف على اخواتنا اللي ماشيين بالعربيات، وكمان نكون نوفر لهم طرق منا تقدر ان احنا نوصل المساعدات دي. فدي كانت اكتر الحاجات اللي يعني قوات الاحتلال كانت مضيقه الخناق على المعبر ان الامور دي توصل الى مستحقيها. طيب هل ممكن حد يتطوع للعمل معاكم؟ ايه اللي مطلوب؟ يعني احنا مؤسسات التحالف الوطني ال 32 منتشره في كافه محافظات مصر وقراها، عندنا قاعده من المتطوعين، وبالمناسبه انا حابب اوجه الشكر الى متطوعي التحالف الوطني لان هم الجنود الحقيقيين في هذه الملحمه. متطوعين التحالف الوطني، القوافل اللي حضرتك بتشوفيها دي قام عليها اكثر من 15000 متطوع بيوصلوا الليل بالنهار، اضافه كمان لوجود متطوعين عند معبر رفح عشان لو في
اي احتياجات بنحتاج ان احنا ننقل من عربيه لعربيه او بنعيد ترتيب الحاويات من اول وجديد، المتطوعين هم اللي بيقوموا بيها، بيوصلوا الليل بالنهار. كم متطوع لحد دلوقتي؟ احنا في 15,000 متطوع قايمين على القوافل دي بس، لكن التحالف بنتكلم في اكتر من 400,000 متطوع على مستوى جمهوريه مصر العربيه. وانتوا لما بتيجوا تنقلوا الحاجه، انتوا المهمه بتنتهي لحد المعبر، مش بتعدوا طبعا؟ لا مش بنعدي طبعا المعبر، انت عارف الوضع الامني هناك ما يسمحش. انا بسالك الاسئله اللي دايما الناس بتسال عنها على السوشيال ميديا، فعشان كده تبقى الموضوع واضح وطالع صريح. لا اكيد مش بنعدي مش أكيد. بنعدي المعبر، لان طبعا الوضع هناك امنيا لا يسمح. ولكن احنا بنكون على يعني واقفين مستنيين العربيات عند العوده، بعد ما بتوصل الشاحنه كل الحموله بتاعتها بنستناها وهي راجعه عشان نطمن بالزبط. ان الحاجه وصلت الى فعلا اهلنا في قطاع غزه. طيب دلوقتي انا كنت بسال حضرتك، لو حد عايز يتطوع يعمل ايه؟ يتوجه لاقرب فرع الجمعيه او مؤسسه داخل التحالف الوطني ويقدر ان هو يساعد ويتطوع فيها، يتطوع بمجهوده ويتطوع بوقته، كل سبل التطوع متاحه لاي حد، متاحه للشعب المصري كله مش للشباب بس. وهل بتقبلوا ان ناس ثانيه تتطوع افراد بحاجات تقدروا توصلوها برضو ولا طبعا أوكي. طبعا بكل ده بتقدم دعم دون للمؤسسات او الجمعيات، وبتستلم اصرار رسمي من المؤسسه او الجمعيه بتبرعه باي نوع من انواع المواد. استاذ محمد سيف، انا بشكر حضرتك جدا على التوضيح النهارده، وميرسي جدا ان انت كنت موجود معايا. شكرا لحضرتك فندم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 7 في نفس الوقت. باي باي.